البلمارة، أربع شوكات بالنص بس تتحرك تنفجر. ليس خبيرا في نزع الألغام، بل مواطنا أجبرته ظروف الحياة الصعبة وتجاهل السلطات المعنية بملف الألغام على إزالة المخلفات الحربية بنفسه. سيد جابر هو أحد سكان قرية نهر جاسم بمحافظة البصرة، ترك أرضه في قضاء شط العرب في السابق، لكن ضيق الحال وغياب الدعم الحكومي أعاداه مرغما إلى قريته التي يحاصرها شبح الموت. ونظفت هاي البقعة اللي بيها هسه مسكني، وجبت الألغام اللي رحلتها من المكان ذاك إلى هذا المكان الآمن، حتى الناس لا تجي بواسطة زيارة ترفيهية أو زيارة إلى منزلي، ولا يجوني أقاربي أهاليتي يجوني، فموجودة ألغام ويروحون بيها ينقتلون أو يتبترون. لم يكتفي جابر بالمخاطرة بحياته وتطهير هذه المنطقة الموبوءة بالألغام، بل حول أرضه إلى مزرعة صغيرة توفر له قوت يومه. سبب مجيئي إلى أرضي هو أول شيء أرضي ولادتي بيها، وثاني شيء ضغوطات المدينة والأجارات والمعيشة، وما عندي يعني فتشي مكسب بالمدينة ولا راتب ولا كذا. جيت الأرض زرعتها وأنتج منها منتوج محلي، وتشوفون هاي قدامكم الجت شفتوا اللي أحش الباقة بألف وأبيع عنها وأعيش بيها. لكن ليس كل من وطأت قدمه هنا حالفه الحظ، فهذه المنطقة الخطرة حصدت أرواح الكثيرين، فيما بات الضحايا الذين بترت أطرافهم شهوداً على هذه المأساة. زين هي بالملايين أو شكلها يمكن بالمليارات، هي الألغام والمخلفات الحربية، هاي الصواريخ غير منفلقة. زين وهاي العالم تروح بعتي، هذا والله رايح لهسه على رشاد مال بار، ويروح عليه يروح ينتحر له بصاروخ مال 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 المدفعية. هذا رايح لي على شو اسمه شظية مثل ما أنا صارت بي، أنا هذا الشخص أنا صار هاي صارت بي أنا. عرفت من قد ما انا تعبان ورحت تورطت ورحت لهاي المكان، رحت ضربت ورجعت، خلانا انا اقول لك لان جوعانين ما عدنا. ومع تزايد معدلات الفقر والبطاله ومواصله اهمال السلطات لملف الالغام، يبقى هذا الخطر الداهم يلاحق نحو 8,500,000 عراقي يعيشون في مناطق تحتوي على المخلفات الحربية، كما تشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.